من قديم الأزل ومن قلب الظلمة اتولدت كائنات الظلام، ومن آلاف السنين جه من جنسهم أكتر واحد عنيف وأكترهم شر، مالكيث، ملك الظلام، اللي كل هدفه كان إنه هيحول كل الأكوان لظلام وشر. وعشان يحول الأكوان للظلام والشر ده صنع قوة اسمها الإيثر، قوة قديمة من الدمار اللانهائي. وعشان يقدر مالكيث يستخدم أقصى قوة للإيثر وينشر الظلام في الكون مرة واحدة، استغل ظاهرة ما بتحصلش غير كل 5000 سنة مرة، وهي اتحاد العوالم التسعة وزوال الفواصل ما بينها. وضد الدمار ده وقف جنود مملكة أسجارد البواسل وحاربوها بقيادة الملك بور أبو الملك أودن الحاكم لمملكة أسجارد العظيمة، وقدر ياخد منهم الإيثر، فانهزم ملك الظلام وانهزمت مملكته. فضحى ملكيث بشعبه وهرب على أمل أنه يرجع تاني يحرر الإيثر ويسترد مملكته. استحوذ الملك بور العظيم على الإيثر ومن قوته ما قدرش يدمره، فأمر حد من جنوده يدفن الإيثر في مكان عميق محدش يعرف يلاقيه فيه. ونرجع تاني لمملكة أسجارد العظيمة والملك أودن اللي لقى ابنه الهربان لوكي لما رمى نفسه من الجسر قدر يوصل لممالك مختلفة، حاول يحكمها بالدمار والخراب، فلقى الملك أودن وقدر يحبسه في زنزانة في مملكة أسجارد عشان يحمي الممالك من شر. وفي نفس الوقت ثور وأصحابه كانوا بيحاربوا الشر اللي انتشر بعد هدم الجسر وهروب لوكي، وبيحاولوا يرجعوا السلام للعوالم التسعة من تاني بعد ما صلحوا الجسر. وبالفعل بينتصر ثور وأصحابه في كل المعارك، بس ثور كان لسه مفتقد جين حبيبته اللي مش قادر يسيب مملكته ويرجع لها. وعلى كوكب الأرض جين كانت نقلت حياتها وشغلها لندن بعد ما فقدت الأمل في رجوع ثور. وفي يوم بتكتشف جين ان في ظاهره غريبه بتحصل. اخر مره شافت الظاهره دي كان ثور نازل للارض، فراحت تتحقق من الظاهره على امل انها تلاقي ثور اللي ما شافتهوش من سنتين. وبتروح جين للمكان اللي الجهاز بتاعها وضح فيه ان الظاهره الغريبه دي بتحصل، مكان الجاذبيه فيه بتختفي تماما، والحاجات ساعات بتختفي وتظهر وساعات بتختفي وما تظهرش خالص، زي ما كانوا بيجربوا ورموا مفتاح العربيه وما عرفوش راح فين. وهما بيستكشفوا الظاهره الغريبه دي، جين بتحاول تستكشف المكان وبيظهر على جهازها ترددات غريبه. بتروح لمكانها على أمل إن هناك هيظهر ثور، بس ده بيطلع المكان اللي دفن فيه الملك بور الإيثر من آلاف السنين، وقوة الإيثر بتستغل جسم جين عشان تتحرر. لما بتتحرر قوة الإيثر وتسكن جسم جين، بيحس مالكيث ملك الظلام برجوع قوة الإيثر، وبيبدأ رحلته إنه يعرف مكانه عشان يرجع الإيثر، وتبقى البداية إنه ينشر الظلام في الكون ويرجع مملكته. في نفس الوقت كان هاميدال وثور بيراقبوا الممالك التسعة، وكانوا بيستعدوا لظاهرة اتحاد العوالم اللي ما بتحصلش غير كل 5000 سنة مرة. وثور بيسأل هاميدال على جين وبيعرف انها تعرضت لمشكلة، فبينزل ثور للأرض عشان يشوف جين مالها. بيقابل جين ويحاول يفهم جين، لما اي حد بيحاول يأذيها بمجرد انه حتى يلمسها بتدمره. بيشوف ثور ده فبياخدها معاه الأسجارد عشان يفهم مالها. وفي أسجارد بدأوا الحكماء يفحصوا جسم جين، وبيفتكروها عدوى او مرض غير مفهوم، عبارة عن طاقة قوية جدا ساكنة جسمها، مش فاهمين الطاقة دي جت منين ولا هي ايه. وبيجي الملك أودن وبيرفض وجود شخص غريب في المملكة. يا عم أودن ده مرض عجيب مش فاهمينه، ماليش دعوة ما تقعدليش في مملكتي. فبيؤمر جنوده ياخدوها على البوابة عشان يرجعوها للأرض، وبمجرد ما الجنود بيلمسوا جين هوب بتطيره. بيتخض الملك أودن لأن ازاي وصلت جين للإيثر وقدر يسكن جسمها. فأخذ الملك أودن ثور وجين وحكى لهم تاريخ مملكة الظلام، وازاي بور أبوه مسح بكائنات الظلام وملكيث البلاط، وازاي الإيثر دي قوة هايلة مفيش قوة زيها قدر يصنعها ملكيث عشان ينشر الظلام في كل الأكوان. بتسأله جين طيب تمام يعني أشيلها من جسمي ازاي بقى؟ وأودن بيقول لها إنه ما عندوش الحل ده. بيعرف ملكيث إن الإيثر في مملكة أسجارد، وبيبعت واحد من أخلص جنوده هناك في السر عشان يسهله الطريق لأسجارد، وبيزرع جواه سلاح يحوله الوحش قوي أضعاف قوته، ويبقى بداية لنشر الخراب والدمار. وبيدخل الجاسوس المخلص للمملكة على أساس إنه أسير من الحرب، وبيدخل سجن المملكة في الزنزانة اللي قدام لوكي، وهو مسجون بيستغل السلاح اللي زرعه جواه ملكيث وبيدمر الزنزانة وبينشر الفوضى في المملكة. بيوصل ملكيث وبقية جنوده الأسجارد وبيقدروا يقتحموا البوابة ويهزموا هاميدال عشان يرجعوا الإيثر. بيبدأ جنود أسجارد يدافعوا عن مملكتهم، وأخذت أم ثور الملكة فريجا جين عشان تحافظ عليها من ملكيث. بيوصل ملكيث لأوضة فريجا عشان يخطف جين، بس بتدافع عنها الملكة وبتحاول تقتل ملكيث، بس للأسف بيقدر ملكيث يقتل فريجا ويهرب وبتموت فريجا. بيهرب ملكيث عشان يحاول يجمع كل قوته ويرجع الإيثر، بس بعد موت فريجا الملك أودن بيحزن، حزن بيعميه وغضب بيعميه، وبيقرر يضحي بأي حاجة عشان يقتل ملكيث، وبيحبس جين على أساس إنها تبقى الطريقة اللي يرجع بيها ملكيث لأسجارد ويقتله الملك أودن. ثور بيعرضه إنه ده في خطر على المملكة، وبيفهمه إنه عنده خطة يهزم بيها ملكيث، بس هيحتاج يحرر جين. الملك أودن بيرفض، فبيقرر ثور إنه يعصي أوامر أبوه وينفذ خطته لوحده. فبيجمع ثور أصحابه ويقرر ينقل جين لمملكة تانية عن طريق سري من غير ما الملك أودن يعرف، بس الطريق الوحيد محدش يعرفه غير لوكي. فبيروح لثور ويتفق معاه إنه يساعده، وثور هيساعده إنه يخرج من السجن.
جسمه. وفعلا ثور بيخرج لوكي من السجن، ولوكي بموهبته انه يوهم اللي قدامه انه حد تاني بيقدر يتنكر في اشكال كتير عشان محدش يعرفه. كلهم بيبقوا مقلقين من خيانه لوكي وبيحذروه انه لو خان ثور هيقتلوه. بتنجح خطه ثور، ولوكي فعلا بيقول له على طريقه يخرج بيها من المملكه هو بس اللي يعرفها. وبيخرج لوكي وثور وجين من المملكه وبيروحوا مملكه الظلام. ثور كان في دماغه ان لما ملكث يحاول يخرج الايثر من جسم جين هيبقى في اضعف حاله ليه، وساعتها هيقدر يقتله ويخلص الاكوان من شره. ولما بيوصلوا مملكه الظلام بيحس ملكث بوصول الايثر. ثور مستني وصول ملكث عشان ينفذ خطته، بس لوكي بيخون ثور ويقف قدام ملكث ويديله جين. وجندي من جنوده شاف لوكي في الزنزانه فبيقول لملكث انه يثق في لوكي لانه عدو الاسجارد فعلا وبيثق فيه ملكث، وافتكر ان ثور مات بالفعل ويبدا يسحب الايثر من جسم جين وهو في اضعف حالاته. بيطلع ان كل دي خطه ثور حاططها ولوكي كان بيساعد ثور في تنفيذها. وهوب بدا ثور يحاول يخلص على الايثر قبل ما يستحوذ عليه ملكث. بيفشل ثور للاسف وبيستحوذ ملكث على الايثر فعلا، ويحاول ثور ولوكي يسيطروا على الوضع ويحاربوا جنود ملكث. وبيموت لوكي وهو بيدافع عن ثور عشان يساعده هو وجين يهربوا. بسبب ظاهره اتحاد العوالم الحدود بين العوالم بتختفي، وبتنجح جين وثور رغم انهم متحصرين في مملكه الظلام انهم يلاقوا نقطه متوصله بالارض. وفعلا عن طريق النقطه دي جين بتقدر ترجع لمعملها وتفكر ازاي تقدر تهزم ملكث قبل ما يدمر كوكب الارض. ملكث عايز يستغل تقارب العوالم انه يدمرهم كلهم في نفس الوقت، وجين عايزه تستغل نفس الظاهره انها تنقل ملكث لمكان بعيد عن الارض عشان ما يدمرهاش. وفعلا في عز الظاهره وعند اقرب نقطه لاتحاد العوالم وملكث بيسخر كل قوته ان هو يدمر الدنيا، بينجح ثور وجين انهم يفصلوا ملكث عن الايثر وينقلوا لمملكه الظلام بعيد عن الارض، ويموت ملكث ويموت معاه شر. ويرجع ثور لمملكه اسجارد من تاني وبيحاول يحل الامور مع ابوه اودن ويعتذر له عن عصيان اوامه. وبيعمل ثور شيء عجيب، بيتنازل عن حكمه للمملكه. اودن بيفتكر ان ده بسبب حب ثور لجين، لكن ثور بيأكد له ان عنده انه يكون راجل صالح ويساعد ان السلام يسود بين الممالك احسن من انه يكون ملك على العرش. هنا الملك اودن بيوافق ثور على كلامه وبيسمح له يتنازل عن العرش. وبيمشي ثور بعد ما بيشكر والده الملك اودن. بس بعد ما بيمشي ثور بيحصل شيء عجيب، الملك اودن اللي كان بيكلمه ثور ما كانش الملك اودن، ده كان لوكي. الله، ازاي اتنكر لوكي في هيئه الملك اودن وازاي ما ماتش؟ والملك اودن راح فين؟ ومن غير علم اي حد اصحاب ثور فالستاج وسيف بيقابلوا شخص غريب وبيدوا له شيء ما نعرفش ايه هو. بس الكلمه اللي قالها بعد ما مشي كانت واحد وقع وفاضل خمسة. يا ترى ده له علاقه بلوكي؟ وهل قصده ان الواحد ده ثور؟ اسئله كتير لسه ما اتجاوبتش. بس هنا بيخلص فيلمنا. كان معاكم اسماء ونشوفكم الفيلم الجاي على ويكلي سين.